يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سؤال قريب منه، يقول هل كان للرجل الذي قرب ذبابا للصنم هل كان له مخرج في أن يذبح لكن دون أن يعتقد التقرب؟ حتى لو كان ماله مخرج ما له يذبح لغير الله، ولو كان مال، شوف اللي أبى أن يذبح وقتلوه هذا ماله مخرج، صبر على التوحيد حتى قتل. نعم، الشرك الأكبر ما يعذر الإنسان به، لا تشركوا بالله وإن قتلتم أو حرقتم كما في الحديث. نعم.